السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم يوم 30/7/2023 حق قاري زرقان من معسكر اللاجئين في مدينه أدري. امامي مجموعه من اللاجئين الجدد قادمين من مدينه مرنه اليوم يوم 30/7/2023. السلام عليكم ورحمه الله. السلام. بنسمع انه في ناس جاي من مرنه. ايوه نعم. عددكم كم تقديريا كده؟ هسه حاليا الناس اللي نزلوا هنا يمكن اكثر من 2000 نفر. 2000؟ ايوه. هسه انتم جاي من الهدود مباشر؟ مباشر هنا. أيوة. من الهدود؟ من الهدود. الحصين ده معجرين ولا حقكم؟ لا معجرين من الهدود. ايوه. جايين المعسكر. أيوة. يعني مرنه بذكرت ابيها جايين شاب. أيوة. مرنه كامله. أيوة. كامله جاي. أيوة. كله. كله. الوصل والجاي في الطريق وكده. ايوه. انت من سكان مرنه داخل؟ في داخل المرنه. من اي حي؟ نعم انا في حي السلام. حي السلام؟ اي. انت؟ حي السلام. من حي السلام؟ اي. الاوضاع كيف يعني في مرنه؟ في حروب وميليشيات قاعد تنهب قتل؟ للان ايوه. ايش ما؟ اي. متمدده. تمام. هذا المشهد امامكم من المعسكر وفي هذا التوقيت كما ترى امامي مياه وامطار. حجي السلام عليكم. قميتم من مرنه جايين؟ اي. قميتم 200؟ من اول امبارح؟ اي. ايه. ناس كثير جايين يعني الناس كلهم جايين. كل جايين ما تقدر تكون مليانين جابوا عربات. من مرنه؟ اي من مرنه. تمام فضلوا. تمام. تابوا الا تموقوا برا. هذا هو المشهد امامكم من معسكر اللاجئين في مدينة أدري. صوت وصورة. يا شاب تعال. هذا هو المنظر. مطر فوق لين ينتهي لين. كيف الحال؟ إذا جاء من مرنة. كده وريني الأحداث كده. ماذا جرى في مرنة وكل السكان هاجروا إلى تشاد يعني؟ والله يا أحداث اللي حصلت دي هي معروفة إنه نتيجة حرب بدات السودان باكمله. ايوه. وانها هي صراعات اهليه لكن هي ما ليست صراعات اهليه. نعم. انما هي فتن مرتبطه مع بعض كثيرة. حصلت الحرب يعني اسباب الحرب طلعوا. كميليشيات قاعدة تنهب وما في امن وما في استقرار. لا ما في عيش ولا عيش وكذا. ما في امن اصلا. تمام. مرحب بكم في تشاد وانتم لستوا لاجئين ضيوفنا ان شاء الله. تنظروا قدام. هذا هو المشهد امامكم. لاجئين جدد من مدينة مرنة اليوم يوم 30/7/2023 حق قاري زرقان من معسكر اللاجئين في مدينة أدري.